اسعد الله صباحكم بكل خير واهلا بكم الى حلقه جديده من صباح العربيه. يسعد صباحك نادين. صباحك سهام واهلا بمشاهدي صباح العربيه. مواضيع عده متنوعه اليوم، هذه عناوينها. شراء منزل خارج البلاد للاستثمار او العيش، العرب يغزون سوق العقار الاوروبي الرخيص، فماذا تشتري لك 100,000 دولار اليوم؟ الدراسة قد تغير فهمنا لأمراض العصر، تقول الضغط النفسي يجعلنا مرضى في أجسادنا بتقويض المناعة، ونحن نسأل كيف نتعامل مع الضغط؟ منظمة إنسانية تحول المساحات المهملة في الأردن لمناطق إبداعية للاجئين وتفوز بجائزة القلب الكبير في الشارقة. معنا اليوم أحد مؤسسي تلال السبع ليحكي لنا تجربة إنسانية ناجحة. لدينا أيضا في صباح العربية، ممثلة شابة شقت درب النجومية في فترة وجيزة إلى جانب نجوم الفن من الصف الأول. ريان الحركة ضيفتنا في صباح العربية. هيك ومئة مرة صرت قايلت لك هيدا رشيد ما بفيد، فاهمة؟ كتاب واحد للطبخ ب20,000 دولار، أحد أشهر طهاة العالم الشيف الهندي فيكاس خانا ضيفنا في صباح العربية لنتحدث عن الكتاب وعن وصفاته التي وحدت الهند. يا صلح ما تمت، شجار وتراشق لفظي في مؤتمر لتصفية القلوب بين حسن شاكوش والإيقاعيين في مصر. نقيب الموسيقيين هاني شاكر ينسحب غاضبا ثم يستقيل. ونذكركم دوما بأنه يمكنكم أن تشاهدوا برنامج صباح العربية على منصة شاهد ومجانا. أيضا راسلونا على هاشتاغ البرنامج صباح اندرسكور العربية للرد على سؤالنا التفاعلي. سؤال اليوم: شعوب عربية من الأكثر غضبا بين شعوب الأرض، كيف نتعامل مع شخص غاضب؟ نادين، كيف تتعاملين مع شخص غاضب أمامك؟ يعني المشكلة عم تسألي حدا كل الوقت غاضب. يعني مش لا بس هو سريع الغضب. سريع أي سريع الغضب، بس يحكي بس ما يضرب ولا يعمل شيء. الحمد لله. راوية تفضلي. صباح الخير نادين. انت شخص غاضب؟ يعني انا سريعة الغضب، اتعبر عن الغضب بس ما في ردة فعل. لا ما بشوفك شخص غاضب ابدا. انا شخصيا ما بحبش اتعامل مع شخص غاضب اصلا. فيعني لو في مجال اني اتفادى التعامل مع انسان. يا راوية بنغضب. لا اكيد، وانا بغضب انا كمان، بس هي الفكره في ناس هذه سمة شخصيتهم الغضب. دائما سريعين الغضب، سريعين الاشتعال، وبكونوا هجوميين وعنيفين. يعني ابعد عن الشر. بس احذروا غضب الصامت. التقوى الحليمي إذا غضب. أيوة صح. شكرا راوي. ده أنا وسهام. البداية من قصة عقارية اجتماعية، شراء عقار وامتلاك منزل في أوروبا للعيش أو الاستثمار. فكرة مغرية ولكنها لا تخلو من مخاطر كبيرة. خلال السنوات الأخيرة العرب يغزون السوق العقاري، السوق بجوانبه الأرخص ليس فقط الأغلى كما في السابق. العراقيون مثلا كانوا في المرتبة الثانية للأجانب الذين اشتروا ممتلكات في تركيا خلال 2021. الجزائريون والمغاربة على الجانب الآخر شكلوا 13% من الجنسيات الأكثر شراء للعقارات في إسبانيا. لكن لتجنب الاحتيال، نصيحة الخبراء الذهبية: خذ وقتك واطلع على القوانين المنظمة للعقارات بالدول قبل قرار الشراء فيها. ونحن سنجيب على هذا السؤال، ماذا تشتري لك 100,000 دولار اليوم؟ إجابة معك يا علاء.
شراء المنازل بالخارج له أسباب مختلفة، أبرزها الحصول على امتيازات البلد المضيف. لكن ماذا تشتري $100,000 في قطاع العقارات عام 2022 وأين؟ في البرتغال خارج لشبونة وبورتو يمكن شراء منزل أو حتى مزرعة صغيرة في الريف بسعر رخيص. بلدة براغانزا مثلا الواقعة على الحدود مع إسبانيا $100,000 تكفي لشراء منزل على مساحة 200 متر مربع. في تركيا يبلغ سعر المتر المربع في منازل بمدينة تكرتاج $350، ما يعني أن $50,000 فقط تشتري منزلا بمساحة 142 مترا مربعا تقريبا. لاتفيا واحدة من أرخص الخيارات لشراء منزل في العالم، خارج العاصمة ريغا يمكن أن يصل سعر المتر المربع إلى $300، ما يعني أن $25,000 فقط يمكنها تأمين منزل بمساحة 84 مترا مربعا تقريبا. أما خارج أوروبا، شقة مطلة على البحر في مدينة فيلا فيليا شمال العاصمة يبلغ متوسط الأسعار فيها $50,000 وأقل. وإذا تحدثنا عن عقارات معقولة الثمن، نذهب إلى أغلى عقارات في العالم مع أحمد العناني في لندن. لندن عاصمة إنجلترا والمملكة المتحدة، هي مدينة تناسب القرن 21، ولكن جذورها تمتد عميقا في التاريخ وحتى العصر الروماني. هي مدينة للأحلام وعاصمة لكل ما هو مترف وغال. في الواقع لندن واحدة من أغلى المدن في العالم، وأغلى ما يمكن أن تقتنيه في لندن هو المنازل. أغلب هذه العقارات والبيوت تقع في أحياء وسط وغربي لندن، وحينما يتم ذكر أغلى العقارات في لندن يجب ذكر هذا الاسم جون كودويل، الذي يمتلك أغلب العقارات المترفة في لندن وأكبر دافع الضرائب في بريطانيا والمالك لأغلى عقار في بريطانيا. القصر الذي يمتلكه جون كودويل يقع في حي ميفر الشهير. القصر مساحته ضعف مساحة قاعة ألبرت الملكية، وهذا القصر ربما يكون منزل أحلامك فقط ب 250 مليون جنيه استرليني. لكن إذا كنت تريد أن تصبح جاراً للملكة إليزابيث فذلك بالطبع في إمكانك، إن كنت على استعداد أن تدفع 44 مليون جنيه استرليني لتسكن في العقار رقم 72 في ساحة فينسنت. وإن كانت هذه المبالغ أكبر من ميزانيتك الشخصية وتريد منزلاً بأسعار أقل من هذا، فلديك أكثر من 300 عقار معروضة للبيع، من ضمنها هذه الشقة في كارلتون هاوس تراس ب 35 مليون جنيه استرليني. شراؤك لهذا المنزل لن يجعلك جاراً للملكة، ولكنك حتماً ستكون في نفس الحي الذي تقطنه إليزابيث. لكن رجل الأعمال الصيني تشانغ شانغ كو قرر أنه لا يريد أن يسكن بجوار الملكة، فاشترى هذا المنزل المطل على حديقة هايد بارك بمبلغ 200 مليون جنيه استرليني فقط. شانغ كو يمتلك أيضاً ناطحة سحاب في سيتي أوف لندن يقدر ثمنها بمليار و600 مليون جنيه استرليني. وأخيراً هذا العقار واحد هايد بارك في حي نايتسبريدج، أغلى مباني العالم، والذي يقطنه مليارديرات ومشاهير الفن والموسيقى مثل مغنية البوب الأسترالية كايلي مينوغ والشيخ حمد بن جاسم رئيس وزراء قطر السابق والملياردير الروسي رينات أخمتوف وغيرهم الكثير. في الواقع إحدى هذه الشقق معروضة الآن للبيع بسعر 160 مليون جنيه استرليني إن كنت تستهوي العيش في هذا المبنى. كنت معكم لصباح العربية من أمام أغلى مباني العالم، أنا أحمد العناني. المزيد ينضم إلينا من اليونان صبحي عياد، مطور عقاري ومالك شركة جو غريس. أهلا بك يا صبحي، سعد صباحك، منورنا في صباح العربية. صباح الخير شيهان، كيفك؟ أهلا بك. طب هل فعلا زاد توجه الناس إلى خارج بلدانهم
لشراء عقارات والاستثمار فيها أو العيش فيها؟ السنين الماضية كان في اقبال كتير كبير على الأسواق الأوروبية، وخاصة بالبلدان المطلة على البحر الأبيض المتوسط، من ضمنها البرتغال وأسبانيا وجنوب فرنسا واليونان. فهذا غير كتير بالأسعار ليتلي خلال فترة ما آخر فترة 2021 حتى اليوم. زادت الأسعار بشكل كتير ملحوظ. طب بس صبحي أنا بس بدي أفهم منك، كيف فرصة الاستثمار العقارية تكون خارج حدود بلدك وليس العكس؟ كيف سنستفيد؟ اليوم في بعض من الدول عم بتقدم برنامج بيسهل للعرب التنقل والسفر من دون إجراءات الفيزا وإجراءات الانتظار وممكن يقبلوا أو لا. فمن هالدول اللي بتقدم الإقامة الذهبية مثل البرتغال واليونان بتخول الشخص مع عائلته أنه يحصل على إقامة ما تسمى بالبيرمننت ريزيدنسي أو الإقامة الدائمة في دول الاتحاد الأوروبي، يعني بتسهل سفرهم وتنقلاتهم من بلد لبلد، حتى لو قرر أنه يعيش بدولة من هالدول طول ما هو معه إياها للإقامة الذهبية. طيب صبحي يلي بتشمل كمان ثلاث عيال سهام three generation يلي هي لتساي العائلة مع الأولاد وحتى أهل الوالدين. سو ممكن يكون الإقامة الذهبية تشمل أكثر من 8 إلى 9 أشخاص بقيمة 250 ألف يورو. طيب طبعاً صبحي في الفترة الأخيرة شاهدنا غزو عربي لسوق العقارات في أوروبا، لو تنصحنا ما هي العقارات الأقل ثمناً الأرخص في أوروبا؟ أوكي، لازم نحدد وين بأوروبا. ممكن يكون عندك اليوم في أوروبا الشرقية أو أوروبا الغربية أو البلدان يلي بتطل مثل ما أنا قلت لك على البحر الأبيض المتوسط، تتفاوت الأسعار من منطقة لمنطقة. البلدان اللي ما بتشمل فيها الإقامة الذهبية طبعاً يعني تلقائياً راح تكون الأسعار رخيصة، لأنه ما في أي حوافز أو أي تشجيع يلي تخلي الواحد يروح يستثمر فيها. ممكن يكون بيت ب 100 ألف دولار مثل ما تفضلتوا وقلتوا هذا الموضوع، تحصل على مزرعة في العاصمة أو خارج العاصمة من هالدول الأوروبية. لكن بالبلدان يلي بتقدم برنامج الإقامة الذهبية مثل اليونان والبرتغال صعب تلاقي اليوم هذا الطلب، وصعب تلاقي اليوم مزرعة داخل العاصمة ب 100 ألف دولار. طيب صبحي، يعني في عندك زي نصايح لاختيارات مناسبة للاستثمارات الخارجية؟ صحيح، نحن اليوم عم نقدم برامج كتير كبيرة وعم نقدم تنويع بالوحدات السكنية من ناحية الشقق الصغيرة حتى الفلل البحرية أو ما يسمى بالبيتش فيلاز، والأسعار تتراوح ما بين 70 ألف دولار حتى 800 إلى 900 ألف دولار بحسب الموقع والحجم. شكرا جزيلا لك من اليونان، حدثنا صبحي عياد مطور عقاري ومالك شركة جو غريس. شكرا، أهلا بكم من جديد. ينتظر مزارعو والأفوكادو المكسيكيون مباريات كرة القدم الأمريكية المعروفة بالسوبر بول، والتي ترتبط بطبق غواكامولي المكون من أفوكادو مهروس وشرائح البصل والفلفل الحار. لكن هذا الموسم أوقفت الولايات المتحدة استيراده من المكسيك بعد تهديد صدر من زعيم عصابة في زنزانة بسجن مكسيكي لمسؤول في هيئة رقابة أمريكية يتواجد في ولاية ميتشواكن المكسيكية لمراقبة إجراءات السلامة، لأن الولاية المكسيكية هي الوحيدة التي يتم استيراد الأفوكادو منها. على فكرة في جانب آخر من هاي القصة بيقولوا هذا الجانب، إنه زراعة الأفوكادو بالتحديد في المكسيك هي من أكبر موارد المافيات وعصابات الجريمة المنظمة. تخيلي، أحد أكبر أسباب القتل أيضا يا نادين، هذه ما ننساها. سبب كل ذلك هو ارتفاع الطلب في الولايات المتحدة الأمريكية على الأفوكادو، على هذه التخميسة الخاصة اللي اسمها شو؟ غواكامولي. تحبيها؟ طبعا.
نحب الأفوكادو أنا. إلى خبر آخر، شركة إسبانية تبتكر علاجاً خالياً من الأدوية لمن يعانون من فوبيا ركوب طائرات. الحمد لله. العلاج يتم باستخدام نظارات الواقع الافتراضي على منصة تقنية يستغلها المعالجون النفسيون لتنفيذ علاجات التعرض الحقيقي لما يخشاه المريض شيئاً فشيئاً. ووفقاً لصحيفة الإسبانيول، نجحت الشركة في علاج أكثر من 20,000 شخص مصاب برهاب الطيران خلال أكثر من 160,000 جلسة علاج بالواقع الافتراضي. كيف يمكن أن تساهم في تغيير حياة الأطفال اللاجئين في الأردن بكاميرا وبلوحات تزلج فقط؟ هذا بالتحديد ما سعت إليه منظمة تلال السبع، والتي نالت للتوها جائزة الشارقة الدولية لدعم اللاجئين، والتي تبلغ قيمتها حوالي 130,000 دولار. الفكرة بسيطة. المنظمة التي تعرف بالإنجليزية بسيفن هيلز اختارت مساحات عامة غير مستخدمة في عمان. هذه المساحات حولتها لمناطق إبداعية آمنة، وربما أبرز ما قامت على هذه المساحات هو ملعب للتزلج أو الألواح أو سكيت بورد. فالمستفيدون من برامج المنظمة تجاوز عددهم 2000 شاب في سنتين فقط، نصفهم تقريبا من البنات، وستكون 60% منهم من اللاجئين والمهجرين. كل للمزيد ينضم إلينا في الاستوديو محمد زكريا، مؤسس منظمة تلال السبعة. أهلا بك محمد، نورنا في صباح العربية. أهلا محمد، صباح الخير. أول شيء مبروك عليكم فوز المنظمة بجائزة الشارقة الدولية لمناصرة ودعم اللاجئين. حدثنا أكثر عن هذه المبادرة، استغلال مساحات غير مستخدمة كملاعب للاجئين. هي الفكرة بالحقيقة بدأت كحاجة شخصية، كنا إحنا بحاجة لهاي المساحات، فقررنا أنه نعمل هاي المساحة. بعدين بالنهاية قررنا أنه تكون هاي المساحة مساحات عامة نقدر الكل يستفيد منها، وبعدين تحول الموضوع أنه بلشنا برنامج تزلج مجاني. نعم. ومن هناك انطلق المشروع، وصرنا حاليا عم نخدم تقريبا 250 طفل بالأسبوع. واو محمد، اليوم دائما فكرة اللاجئين مرتبطة بمساعدات، مساعدات نتحدث عن مساعدات غذائية، ونتحدث عن معونات وتوفير مسكن وملجأ لهم، لكن نخفل وتخفل كثير من الجهات والمنظمات التي تعنى باللاجئين مسألة الجانب الوجداني والنفسي. ما التركيز والنقاط التي ركزتم عليها في تعاملكم مع اللاجئين من هذه الناحية بالذات؟ في الحقيقة احنا ركزنا على موضوع انه بدنا نخدم المجتمع بمجمله بالكامل، يعني ما حبينا نجزئ المجتمع. ولهذا السبب اخترنا أداة بسيطة كأداة التزلج لحتى نخدم اللاجئين ونضمهم للمجتمع، يصيروا جزء من نسيج المجتمع، لحتى كلهم الأطفال والشباب يتسلوا مع بعض، وهذا الإشي بيخلق هذا النسيج المجتمعي. طيب محمد، نتابع هذا المقطع لإعلان فوز منظمة تلال السبع بجائزة الشارقة الدولية لدعم اللاجئين، ونعود إليك. ها نحن اليوم نلتقي لنكرم منظمة إنسانية مبدعة تجاوزت حدود العمل التقليدي لتصل إلى ملامسة روح ووجدان اللاجئين والمحتاجين، وتدعم احتضان مجتمعاتهم لهم. لقد أرادت القلب الكبير ومن خلال الجائزة أن توجه رسالة للعالم تقول فيها إن خير الأعمال وأفضلها ليست فقط ما نقوم بها بأنفسنا، بل تلك التي نمكن غيرنا للقيام بها، ولأن نهج الإبداع هو ما نحتاجه لتكون حياة اللاجئين ليست فقط أفضل، بل تتناسب مع أعلى المعايير الإنسانية في كل مجتمع. فهذا الجانب يعبر عن حب الحياة لهم كي يحبونها بالمقابل ويقدمون لها أجمل ما عندهم، وهذا تماماً ما أدركت أهميته منظمة التلال السبعة للتنمية الاجتماعية. كلنا نعلم أن النفس تحيا وتزهر وتشرق عندما تجد أشخاص صادقين يهتمون لأمرنا، فشكراً جزيلاً لمنظمة التلال السبعة ولكل من يعمل خيراً لتكون الحياة أفضل.
طيب محمد، كما شاهدنا لديكم برامج غير تقليدية لتمكين اللاجئين ويعني الترفيه عنهم، حدثنا عن أبرز هذه البرامج الغير تقليدية كانت غير مسبوقة في الأردن. هو البرنامج الأساسي تبعنا هو برنامج التزلج، والفكرة في الحقيقة أنه عم نستخدم التزلج كأداة لحتى نجتذب الأطفال، لأنه هي أداة غير تقليدية فعلا، وهي أداة بتمكن الشباب والأطفال ليغيروا نظرتهم للمدينة بأكملها. يعني كل المدينة بتتحول لملعب فعلا عن طريق هاي الأداة، وغير أنه هي أداة بسيطة جدا واللي هي عن طريق اللعب عم نقدر انه نكسر حواجز كبيره موجوده بالمجتمع بين الاولاد والبنات وبين اللاجئين وشباب المنطقه برضه. يعني وانطلاقا من كلامك محمد، يعني حتى تابعنا ايضا الفيلم الافتتاحي وكان مقتبس من قصيده محمود درويش ونحن نحب الحياه اذا ما استطعنا اليها سبيلا، يعني انتم تريدون ان تنشروا الفرح والبهجه. صحيح. في ايضا محيى اللاجئين. اليوم ما هي خططكم ومشاريعكم لتنتشروا تتوسعوا اكثر وتحتوى اعداد اكبر من اللاجئين؟ في الحقيقه هي الجائزه اللي استلمناها جائزه الشارقه لدعم ومناصره اللاجئين من سمو الشيخ سلطان وسمو الشيخ جواهر ومؤسسه القلب الكبير، رح تدعمنا بشكل كتير كبير لحتى نقدر نتوسع بالبرامج تبعتنا إن شاء الله. الفكرة تبعتنا إنه مش بس نتوسع من ناحية المستفيدين من هاي البرامج، ولكن أيضا نتوسع في مناطق أخرى بالأردن، بالإضافة إلى أنه بدنا نضيف برامج جديدة للبرامج تبعتنا. في عنا حاليا برنامج التزلج، بدنا نضيف برامج الإبداع مثل الفنون والأشياء هاي، بعدين بدنا نضيف برامج تانية ممكن ننطلق منها من عمان لمناطق مختلفة في الأردن. شكرا جزيلا، نورتنا في الاستوديو. محمد زكريا مؤسس منظمة من منا لا يشعر بالضغط النفسي؟ يبدو أن للضغط النفسي تأثير مباشر على المناعة، فالإجهاد الاجتماعي يؤدي إلى تهالك جهاز المناعة قبل الأوان، حيث أظهرت دراسة حديثة أن الإجهاد الاجتماعي كالمشاكل الأسرية ومشاكل العمل والمشاكل الاقتصادية يمكن أن تساهم في الشيخوخة المبكرة لجهاز المناعة، وهذه ضربة مزدوجة، فنظام المناعة يتدهور بالفعل مع تقدم العمر. هذه الشيخوخة المناعية يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والحالات الصحية الأخرى المرتبطة بالعمر. المزيد من التفاصيل حول الدراسة مع علاء سرحان، إليك علاء. القلق والتوتر وأية مشكلات متعلقة بالجهاز العصبي تؤدي إلى ارتفاع مستويات هرمونات الإجهاد في الجسم، منها هرمون الكورتيزول وهرمون الأدرينالين، ما يزيد من الضغط على الجهاز المناعي وبالتالي إضعافه. فمع إغراق الجسم بهرمونات التوتر تتغير الدوائر العصبية في الدماغ، ما يؤثر على قدرتنا على التفكير واتخاذ القرارات. كل هذه التغيرات العصبية تؤثر على الجسم كله، بما في ذلك أنظمتنا اللا إرادية والتمثيل الغذائي والجهاز المناعي. فمثلا قد يتسبب الشعور بالتوتر في عدم القدرة على النوم ليلا، وسيدفع كذلك لتناول الأطعمة السريعة والحصول على سعرات حرارية أكثر مما يحتاجه جسمه، أو حتى التدخين بشكل مفرط. كل هذا يزيد من فرص الإصابة بالمرض في ظل تدهور نظام المناعة ووجود نسب أعلى من الخلايا الشائخة. تساهم هذه الخلايا في حدوث التهاب مزمن وتعزز حالات الشيخوخة مثل هشاشة العظام ومرض الانسداد الرئوي المزمن وكذلك مرض الزهايمر. إلى جانب آخر من القصة، فالبشر يشعرون بالغضب بشكل ما من فترة لأخرى ولأسباب عديدة، عدم القدرة على تغطية النفقات ويوم سيء في العمل إلى آخره. أصدرت مؤسسة التحليلات العالمية جالوب تقريرها عن قياس الحالة العاطفية للناس في أكثر من 100 دولة ومنطقة حول العالم عام 2021.
الرصد يشمل المشاعر السلبية مثل الغضب، التوتر، الحزن، القلق، والإيجابية أيضا مثل الابتسامة وغيرها. لبنان تصدر قائمة الشعوب الأكثر غضبا. النتائج وجدت أن 49% من المشاركين شعروا بالغضب حتى في اليوم السابق للاستطلاع. هو أعلى معدل مسجل في أي مكان في العالم. من الدول العربية أيضا في قائمة الغضب العراق، يأتي في المركز الرابع عالميا. وبالنسبة لقياس مشاعر التوتر جاء لبنان في المركز الثاني والأردن في المركز الخامس. غريبة دراسة ما شملت الجزائر، أنا أشك فيها. على كل إلى الأردن سألنا الناس كيف تتعامل مع التوتر والغضب، ونرجع لكم. الشعوب من الشعوب الأكثر غضبا الشعب الأردني طبعا، كشرة هيبة هيك طبعنا يعني من الله. خلاص الشعب الأردني ما بيعرفش أصلا يتصرف ويعيش حياته، حياته كلها زعل بزعل، بيصحى من النوم بفكر كيف يأكل ويشرب، وبينام بفكر ثاني يوم كيف بده يشتغل ويرجع يجيب مصاري، ما فيش عنده وقت رفاهية بالمرة. شعب مهضوم حقه، شعب دائما عم بيعاني من قلة الأموال، من الأزمة، من يعني من كل شيء صراحة. مش من النوع اللي بعصب وبكسر أو بسوي، لا بحب إني أنزوي، أمسك أعصاب أكثر ما إنه أفسع أو أعبر عن غضبي بشكل سيء. أنا لما أكون غضبان بعزل حالي، ببعد عن الناس، بس لما أبقى نفسيتي تعبانة هيك ومتضايق، شايف علي على السريع بروح الدار بولع نفس زغلول، شايف علي بظن أسلخ فيه ساعتين لما أطيع كل إشي براسي. بحب أقعد مع حالي، أراجع حالي، وأكون في مكان لحالي وأبعد عن الناس صراحة. على كل المزيد تنضم إلينا في الاستوديو دكتورة جانا بورسلان، محاضرة جامعية ومدربة على الحياة. دكتورة يسعد صباحك، منورتنا اليوم. صباح النور. صباح العربية. شكرا. طيب دكتورة جانا، التوتر الضغط النفسي يؤدي يقود توترتي يقود إلى تهالك جهاز المناعة، إلى أي مدى هذه الدراسة تعكس الواقع وهي دقيقة؟ دقيقة جدا، لأنه اليوم نحن في عصر كلنا عنا حركة الاستعجال، وبالتالي مفروض علينا ننتبه لللايف ستايل أو أسلوب الحياة. مما يعني أولاً الرياضة، الرياضة الرياضة الرياضة، لأن الرياضة هي مقرونة بشبكة الدماغ بالهيبوكامبس في وسط الدماغ، يلي بيأثر على الميموري أو الذاكرة، وعلى كمان الفرونتال لوب يلي هو الرياضة. الجزء المسؤول عن البلان، يعني أنت ما فيك اليوم تعملي تخطيط أو يعني عواطفك تكوني عم تعملي لهم إدارة صحيحة إلا ما تعملي رياضة لحتى ترجع هالأعصاب وهالخلايا الدماغية ترتبط ببعضها. وثانياً النوم، النوم الصحيح يلي هو مين منا اليوم عم بينام 7-8 ساعات، تشوفي أنه نوعية النوم إلها علاقة بكمان رجلجة شو العواطف والكونكشنز أو الاتصالات بين الخلايا الدماغية. لما تخف النوم بيرجع بيزبطها، ولما تكون بحاجة لتقوى بيقويها. دكتورة جنى، كيف اليوم بدنا نميز بين الإرهاق والضغط النفسي جراء العمل وبين الاحتراق الوظيفي، إنه وصل السيل الذبة في هذا المكان؟ هل نحن نعاني من إرهاق تعب عابر وسيزول، أم وصلنا إلى القمة؟ شوف، التعب العابر لما تكون المثيرات الصغيرة اللي منقلهم stressors لما تزول، أنت بترجع بتراجل عادي وبيكون نهارك سليم. إذا ما رجع الواحد، إذا ما رجع الصفة، بدنا نحكي بالبرن أوت والإرهاق الشديد والتوتر الشديد والقلق، يعني كل هدول فتنة. ليش؟ لأنه it's all about frequency، أدي لأي حدود ولأي مدى عم تستمر. فهون الموضوع. وثالثا ورابعا غير النوم والأكل، نحن أكلنا المديترينيان يلي هو هون على بحر الشاطئ المتوسط، كتير سليم. يعني نحن بنفكر خبز وباستا، لا، خلينا نفكر بالخضار بتنوعها، بالفواكه، بالنتس،
هيدول كمان جديرين بانه يقووا الدماغ. طيب. كل موضوع له علاقه بالدماغ. طيب. ورابعا هو التامل، يعني هول هن الاشياء. سؤال دكتوره، اضافه الى الرياضه والنوم، كيف نجعل اسلوب حياتنا يفيدنا حتى نتخلص من الضغط النفسي اذا كان عندنا؟ يعني هل بالفعل الشاي، هل بالفعل اليوغا مفيده؟ حخبرك شغله. قبل كانوا يفكروا قبل 2020، طلع في دراسة بال 2020 محورية غيرت كل فكرنا لشو يعني لايف ستايل. أوكي. والدماغ كنا مفكرين إنه وظيفته شو التفكير، لا، الدماغ وظيفته بادجيتينج، يبعت ريسورسز وموارد ويوزعها مثل ما واحد بيعمل ميزانية حقيقية للبزنس تبعه. شو هن الموارد نحن لجسمنا لللايف ستايل السليم؟ الأكل الصحي، الرياضة، النوم، هون الموارد لترجع تشرجي طاقة. وبالتالي فعلا إذا اتبعت أسلوب حياة سليم وصحيح عبر التأمل، النوم، الرياضة والأكل الصحي، لابد من أنه كل اللي معروف بالسترس، التوتر النفسي، إنه مش أمراض، ما ضروري يكونوا أمراض، لا، بترجعي بترجلجي وبتشوفي أنه أمورك تمام. يعني دكتورة جان، أنا فهمت من كلامك healthy lifestyle healthy mind للإنسان. Yes, 100%, that's it. وفي أبحاث بهارفارد، بجامعة هارفارد، ديفيد سينكلير، هي خبرية حلوة لنختم هيك بطريقة لذيذة. بيقول ديفيد سينكلير إنه شوف، أنت إذا عندك longevity أو حياة طويلة الأمد، أيوة، مفروض عليك تعمل النظام الغذائي المتقطع، يعني اللي هو intermittent fasting. فنحن مع أكل صحي، أوكي، نحن عنا غنى بتنوع الأكل وبرمجة على أساس النظام المتقطع، لا شك إنه منوصل ل مش بس حياة حلوة، حياة مديدة وخالية من الستريس. بس على فكرة، ودائما نحن بنلاحظ كل ما نروح هلا آخر فترة، يعني عنا مرض، وجع بشغلة، إنه دائما صار السؤال إنه أنتوا عندكم ستريس أو بتعاني من ستريس. نرجع نطلع شو هو اللايف ستايل، كيف أسلوب الحياة، هون البداية ويمكن تكون النهاية، وهو من مسببات الوفاة كمان. مع الأسف. مع الأسف. شكراً جزيلاً نورتينا. شكراً للنصائح القيمة دكتورة جانا بورسلان، حاضرة جامعية ومدربة حياة. شكراً. 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 ارتداء الجوارب أثناء النوم قد يسبب مشاكل للصحة ولسلامة الجلد، خاصة إذا كانت ضيقة أو مصنوعة من مواد غير صديقة للبشرة. الجوارب الضيقة تعيق الدوران الدموي أثناء النوم، سبب ألم في القدمين عند الاستيقاظ. ارتداء الجوارب أثناء النوم يزيد تعرق القدمين، يسبب رائحة كريهة، ويشكل وسط ملائم لنمو نوع خاص من الفطور التي تسبب التهاب وتشقق بين الأصابع. الجوارب المصنوعة من النايلون أو البوليستر وغيرها من المواد قد تعيق التنفس الطبيعي لجذب القدمين. نصيحتي لكم، إذا كنتوا بتعانوا من مشكلة برودة القدمين، إنه نحاول ندفئها بغسلة بماء دافئ قبل النوم. أما إذا كنا متعودين على ارتداء الجوارب، نختارها واسعة بدون مطاط ومصنوعة من القطن حتى لا تعيق تنفس الجلد. ممثلة لبنانية بدأت مشوارها الفني عام 2019، لكنها وخلال تلك الفترة القصيرة فقط استطاعت المشاركة بالعديد من الأعمال الفنية. ريان حرك، الممثلة الشابة التي استطاعت صقل موهبتها الفنية جنبا إلى جنب لنجوم الصف الأول من ممثلين ومخرجين. فقد شاركت في أعمال درامية مثل عهد الدم وأولاد آدم ومسلسل مرايا الزمن. لتتميز ريان كنجمة صاعدة بأعمالها التي كان آخرها مسلسل للموت، والذي أطلت فيه بدور لميس الشابة التي أحبها وتفاعل معها الجمهور العربي بشكل كبير. لا، إلينا عم بيكذب علي، عم بتكذب علي أمي، رد علي، إلينا إنتو أنتو أهلي، رد علي قد أنت ما بتكذب. روقي صبري، عم يطلع لبرا. أنا بس الله يخليك، طلع لبرا عادي أمي، عادي إلينا إنتو أنتو أهلي، طلعي فيي كمان، ليش ما عم ترد علي؟ على كل المزيد، نورنا في الاستوديو والممثلة الشابة ريان حركي. أهلا بك ريان، نورتنا، شكرا لتواجدك معنا. بونجور، وأنا كتير مبسوطة أنه أنا معكم هلأ أكثر. طيب ريان، رغم صغر سنك تميزتي كنجمة صاعدة بأعمال أثارت تفاعل وحب الجمهور، حدثينا عن ريان الشابة الممثلة. ريان الشابة الممثلة ما بتشبه لميس اللي شفتوها بلا الموت. ريان حدا كتير هيك إيجابي، إيجابي كتير،
ببكي اذا بدي ابكي لحالي ما بكون يعني قدام العالم حدا اكثر من لميس بوزيتيف اكثر من لميس حياته يعني اي هاف ا هيلثي لايف يمكن هيلثي انفايرمنت فما بشبهها يعني يمكن العالم ما كثير بتعرف هاي الريان. طب ريان بتحسي انه هلا صار في عندك تحدي انه انا بدي اطلع من مظله انه انا ريان المرتبطه بي للموت بجزئي؟ وين التحديات اليوم عندك للاستمراريه؟ هلا في اكيد تحدي كثير كبير لانه العالم يعني رمضان والثاني تعلقت كثير بالشخصيه وتعاطفت معها واسمك ارتبط كمان بالموت صح بس هلا اكيد في نيو تشالنج وشيء كثير جديد ما بيشبه حلو ما بيشبه طيب. ريان بعمرك الصغير كممثله شابه كيف كان شعورك انك حجزتي مكان في هالوقت المبكر في الصف الاول بين ممثلين مخضرمين وحتى مخرجين مخضرمين؟ الحمد لله يعني أنا I feel blessed و lucky إنه يمكن قدرت بهالفترة القصيرة أعلم عند الناس أو أثر فيهم ببعض المسلسلات لأنه يمكن كمان أنا كنت عم بحمل قضايا معينة حتى بمسلسل أولاد آدم للموت كان في قضايا كتير حساسة فالعالم تتأثر والحمد لله أنا كنت عم حاول قد ما فيي أشتغل انه يعني فوت على بيوت الناس يحسوا انه تسريل. بس ريان زي ما انت بتعرف يعني اليوم احنا عندنا صار في كثير تنافس وفي كثير وجوه شابه في العالم العربي برزت على الساحه الفنيه، يعني النجاح مهم وضروري لكن الاستمراريه هي الاهم، شو اللي بتخطط له ريان خصوصا انه عمرك صغير يعني والمستقبل لسه واعد قدامك؟ هلا هو اهم شيء لما الواحد يحس حاله عمل شيء حلو يقول انه هذا مش حلو. بدك ضلك تفكري انه بعد شيء احلى لانه انا كثير اجاني بوزيتيف فيدباك على للموت وعلى كذا وعلى كذا بس انا بضل حاسه حالي انه لا اي كان دو بيتر فلما بدك تفكري كيف بدك تعملي احسن بدك ما تكوني ساتسفايد بشغلك يعني انا بنبسط امرار بمشاهده بس بقول لا فينا اعمل احلى انه احلى. طيب ريان حنشوف مقطع من مسلسل للموت الجزء الثاني ونرجع لك. بدل ما تردولي اياها بنتي ضايعه روح على المخبر روح جيب لي بنتي انت انا اعطيتك البنت ضيعتيها ردي لي بنتي ردي لي. طيب كما شفنا يا ريان اديتي في مسلسل للموت الجزء الثاني مشاهد دراميه صعبه يعني انت شاركتي في العديد من الاعمال الدراميه اي من هذه الاعمال كان الاصعب في التمثيل كان تحدي بالنسبه لريان؟ للموت صراحة للموت كان أثر على نفسيتي يعني أنا أخذت وقت لطلعت من لميس بأول جزء فتنا بالجزء الثاني طلع درامي أكثر من الجزء الأول يعني مشاهدي كلها هلا أصعب مشهد كان يمكن الزواج وليلة العرس يعني هيدا أنا بأكد أنه يمكن كان أصعب مشهد نفسياً علي لأنه الصحة صحتك النفسية بتساوي الصحة يعني بصحة الجسد صراحة لأنه لميس مدمرة أنا حدا من مدمر فلما كنت عم بلعب هيدا الكاركتر كنت كثير فايتة بالحالة كنت أرجع على البيت بس نام لأنه البنت دايماً عم تبكي دايماً عم بتعاني يعني ما في حدا حواليها ما في شيء نورمال حواليها ففي ناس كثير انتقدت أنه لميس عم بتزيدها أنا بالنسبة لي ما كنت عم بتزيدها يعني أنا ببرر لها ريان اليوم كثير عم يشكو المخرجين والمنتجين للمسلسلات والافلام العربيه انه صار في توجه لعمليات التجميل بشكل كثير كبير للممثلات وفي ادوار مثلا مرتبطه بحقبات تاريخيه صار كمان بطلوا يقدروا يخلوهم انه يمثلوها وحتى شكل الممثل عم يختلف من سين لسين اثناء تصوير المسلسل. انت ماخذ الموضوع بعين الاعتبار واعيه لهذا الموضوع خصوصا انك لسه صغيره اي مسار حتتجهي اليوم؟ وجميلة ريان ما محتاج. Thank you. أول شيء أنا بأكد لكم إنه من هلا إذا بترجعوا بتستضيفوني بعد 20 سنة أو 10 سنين تنعتبر رح تشوفوا شكل نفس الشيء وهيدا وعد وكذا مخرج وكذا حدا سألني نفس السؤال. لو بدك تعملي شيء بحالي قلت لهم لا أنا كتير راضي عن شكلي وأنا كممثلة ما فيني أعمل
شيء بوجه، لانه انا تعابير وجه بدي امثل، انا بدي يبين. بس حنرجع نطلع لك اياه على يوتيوب. رجعت على الاول على يوتيوب، هيدي لايف لكم، لانه انا مقتنعه بماي لوك، واي ثينك وقت الضروره بعمر معين اكيد في حدا يعمل تجميل، بس لما تغيري كل شكلك بتبطلي قادره تمثلي. يعني نحن كله بتعابير الوجه. صح، الله يديم عليكي جمال الروح وجمال المظهر وجمال التمثيل. شكرا لك والعقل كمان. شكرا لكم وكثير انبسطت انا معكم. نورتينا. شكرا ليان. ثانك يو. اهلا بكم في فقره حديث السوشيال والتي نرصد فيها الاخبار الرائجه هذا الصباح. الكسل ابو الاختراع. تفاعل كثيرون مع صيني دفعه الكسل الى ابتكار سرير يتنقل فيه في كل مكان وهو مستلق عليه، اذ كان كسولا منذ الطفوله ويكره مغادره السرير، ما جعله دائما متاخرا على مدرسته. ويمكن التحكم بالسرير لتعديل وضعيه الراس فيه، كما يحتوي على مظله للحمايه من الامطار. المخترع الكسول أكد أنه يعمل على تطوير السرير لإضافة ميزات تقنية جديدة. نتابع. رسامة يمنية جدلاً في الشارع الأمريكي بعدما تم اختيار لوحتها التي تحمل اسم حجابي يجعلني قوية المكتوبة باللغة العربية، وذلك لعرضها عاماً كاملاً في مبنى الكونغرس. وأصبحت ابنة اليمن السعيد أول طالبة عربية مسلمة تفوز في مسابقة الكونغرس الفنية لعام 2022. سخر زعماء مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمتهم في ألمانيا. ولدى جلوس الزعماء بملابسهم الرسمية، سأل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن كان عليهم خلع السترات وما تحتها أيضاً. وقال جونسون: يجب أن نظهر أننا أشد بأساً من بوتين، مما دفع بعض الزعماء للضحك. ليعاقب عليه رئيس الوزراء الكندي ورئيسة المفوضية الأوروبية. نتابع. كان هذا كل شيء لليوم. إلى اللقاء في فقرة جديدة من حديث السوشيال. إنه من أشهر الطهات في العالم، ساهم في تحويل المطبخ الهندي الشعبي أو مطبخ الشارع إلى مطبخ راقي. فيكاس خانا ضيفنا الذي يشرفنا اليوم، وهو شيف هندي عالمي شهير حاصل على ميشلان ستار وطاهي الهندي الوحيد الذي وصل إلى قائمة أفضل 10 طهات في العالم. الشاب فيكاس يزورنا اليوم مع كتابه طعام الهند المقدس، وهو تحفة فنية ثمنها 20,000 دولار. نعم، 20,000 دولار للنسخة الواحدة فقط. فيكاس الذي عانى من إعاقة حركية حتى عمر 13 استوحى إلهامه من جدته، وكان مطبخها جزءا من تدريبه التأسيسي. درس في معهد الطهي في جامعة نيويورك وحصل على درجة الدكتوراه الفخرية تقديرا لعمله المتميز في الأعمال الخيرية لفن الطهي. المزيد أولا عن الطعام الهندي مع علاء، ومن ثم إلى ضيفنا. يقال إن لكل شيء سره، وسر المطبخ الهندي في التوابل. يعود تاريخ المطبخ الهندي إلى عام 7000 قبل الميلاد، ويعد اليوم أحد أشهر المطابخ عالميا بسبب شموله الكثير من النكهات. أثر المطبخ الهندي وتأثر بغيره، فنجد مثلا أن البطاطس والطماطم والفلفل الحار لم تكن ذات أصول هندية، بل عرفت هناك عن طريق البرتغاليين، بينما منحت الهند توابلها للعالم.
العالم. ويقسم الطعام في الهند إلى 6 نكهات: الحلو والمالح والمر والحامض والحار. والوجبة الهندية المثالية هي الوجبة التي تتضمن مزيجاً متجانساً من هذه النكهات، فيعد طبق التشاتني من أشهر أطباق المقبلات في الهند، وكان واحداً من الأطباق الهندية المفضلة لدى المستعمرين البريطانيين. طبق دوم برياني هو واحد أيضاً من أشهر الأطباق في الهند ودول عدة أخرى، وما زال إلى اليوم أبرز طبق هندي مطلقاً. على كل نورنا ويشرفنا في الاستوديو الشيف العالمي فيكاس خانا. شيف اهلا بك، نورنا في الاستوديو، شكرا، تشرفنا بتواجدك معنا. هلا شيف. طيب، كتاب طبخ ب $50,000، كيف يمكن ان يكون هذا السعر لكتاب طبخ؟ So it took me 8 years to write this book. استغرق ثماني سنوات لكي أكتبه. $50,000 لأنه مصنوع من بعض المواد النادرة جدا كخشب الصندل على سبيل المثال، والحكومة الهندية سمحت لنا بأن نحصل على هذه الأخشاب وهي أخشاب نادرة. ولكن أيضا هناك في الكتاب الذهب، وهناك أيضا جواهر حقيقية كالألماس. يمكنكم أن تشاهدوا هذه الجواهر في واجهة هذا الكتاب. أردت أن أقوم بعمل كبير قبل عظيم، أردت أن أساهم في جمع الناس حول الطعام، وليس هناك ما يجمع الناس في بلادي وفي العالم أكثر من الطعام. إن الطعام هو أساسي في التقاء الناس في المطابخ الشعبية في أماكن العبادة في الهند. إن الطعام هو أساسي لمنحه للفقراء، يأتي بالعالم يكون معا. شيف فيكاس اليوم معروف عن المطبخ الهندي بأنه ستريت فود، لكن كيف تمكنت أنت وباقي الطهاة في العالم أن تحولوا هذا المطبخ وهذا الأكل من شارع، من شعبي، إلى مطبخ راقي؟ عندما تنظرين إلى طعام الشارع في الهند، أن الناس الذين يبيعون الطعام في الشارع يبيعون طعاما متواضعا مع القليل من المكونات البهضة السمن. أردنا أن نأتي بهذا الطعام العادي وأن نرفعه إلى مستوى أطباق دليل ميشلان. قررنا أن نضيف الرقي إلى هذه الأطباق مع إبقاء النكهة الأصلية، وأن نبقي الطابع الحقيقي للطعام الهندي، ولكن مع إضافة هذه التفاصيل الدقيقة التي تأتي بنا إلى مطابخ أو مطاعم العالم. وإن الشيخ أشيش هو كصانع المجوهرات يساعدني في ذلك. طيب، أنا شخصيا من عشاق المطبخ الهندي والوصفات الهندية الحارة. سمعت شيف أنك كرست آخر 8 سنوات من حياتك وأنت تجمع في هالوصفات الهندية، حدثنا عن قصتها. إن هذه الوصفات مهمة جدا، موجودة هنا في الكتاب. أنا ولدت بالقرب من معبد لطائفة السيخ، وكان في ذلك المعبد مطبخ يقدم الطعام لملايين الأشخاص كل أسبوع، وشعرت بأن ذلك جميل جدا بأن أقدم للناس هذا الطعام. في الصفحة الأولى تجدون الكلمة دواء وهي البركة. ليس هناك أي مكونات كيميائية في هذا الكتاب، إن هذا الكتاب يجمع هذه وصفات الطعام الذي يقدم للفقراء في أماكن الهند. وبعد جائحة كورونا شعرت بأنه يجب أن نقدم ذلك للهند وللعالم، وأن يكون الطعام بمثابة شفاء داخلي للنفس للمجتمع، ونقدم ذلك كهدية للمجتمع، ونقدم ذلك بشكل كتاب. صحيح أن سعره $50,000، ولكن أنا أقول لا تتوقف عند السعر. إن هذه الوصفات النادرة القديمة وليست وصفاتي، ثمنها أكبر من ذلك بكثير. شيف فيكاس، دائما بيقولوا لك في هيك سر وعلاقة فريدة بين الطعام والفقراء خصوصا في الهند، يعني كأنه بيوحد الناس. أنت شخصيا ترى نفسك
شيف فيكاس مع الفقراء أو شيف فيكاس ببكنغهام بالاس؟ حسناً، أنا أفهم ما تقولينه. إن ذلك مهم، هناك الكثير من الطعام، أنواع كثيرة، ولكن ما أفهمه من مفهوم الطعام والجوع يأتي من إقامة في نيويورك. في الهند هناك من سيقدم لك الطعام، إن ذلك في أساس روح الهند، تقديم الطعام للفقراء، هذا لا أجده في أمريكا. ليس هناك هذا النوع من الاتصال بين الناس في أمريكا، وهذا ما جعلني أفهم مفهوم الجوع. إن الجوع لا يتعلق بمدى الطعام الذي تملكينه والثروة التي تملكينها، المسألة لا تتعلق بثروتك، إن الروح يجب أن تكون غنية، وهؤلاء الذين يشاركون هم الأغنياء، المشاركة هي الثراء الحقيقي. طيب، لفتني الشاف أنك لم تحصل فقط على نجمة ميشلان المرموقة، ولكنك الهندي الوحيد، الشاف الهندي الوحيد الذي وصل إلى قائمة أفضل 10 طهات في العالم. كيف كان شعورك بالإنجاز؟ أعتقد أن ذلك يشعرني بالفخر وأيضا بالتواضع. إن أهلي ووالدي لم يريدوا قط أن أكون طاهيا، ليست تلك المهنة التي كانوا يريدونها لي، ولكن كانوا يريدون أن أكون سعيدا، وبالتالي كان خياري أن أذهب إلى الناس أن أطهي، ولكنني فخور ومتواضع، وأيضا أشعر بالمسؤولية بأن صوتي يصل إلى الناس ويمكن أن يغير شيئا وأن يعطي الإلهام لكثيرين في وطني وفي العالم. وأنا هنا أتكلم ليس فقط نيابة عن بلدي وأهلي، أنا أتكلم نيابة عن الحالمين والفنانين عبر العالم. شيف فيكاس، هل تعتقد بأن شيف فيكاس شخصيا هو من وصل إلى العالمية، أم أن المطبخ الهندي هو الذي وصل إلى العالمية، على اعتبار أن هناك كثيرين لا يحبذون كثرة التوابل في المطبخ الهندي؟ إنها مقاربة غير دقيقة. المطبخ الهندي قائم على التوابل وليس على الفلفل الحار، هناك الكثير من التوابل. وإذا قلت لكم أن جميع المطبخ الأوروبي يستخدم الزبدة على سبيل المثال، إن المطبخ الهندي متنوع جدا، وهناك الكثير من التوابل وليس هناك الكثير من الفلفل. وإذا أكلتم في مطعم كنارة في دبي، أعدكم بأنكم لن تشعرون بهذا بهذه الحرارة. طبعا الناس، بعض الناس يحبون ما هو أكثر طبق أقرب للشيف؟ أكثر طبق قريب لك؟ إن جدتي كانت تصنع لي كتشري المصنوع من العدس والأرز، يشبه الكتشري الهندي، الكتشري الهندي، وهو يشعرني بالراحة، يشعرني بالراحة لأنها كانت تأتي إلي بهذه المكونات البسيطة، وبذلك كنت أشعر بأن ذلك سيجعل العالم مكانا جميلا. كنت أضيف اللبن الزبادي إلى الكوتشري، وكان ذلك مصدر سعادتي البسيط. شكرا، نورتنا وشرفنا بوجودك معنا، الشاف العالمي الحاصل على نجمة ميشلان فيكاس خانا، شكرا لك. Thank you شيف فيكاس. Thank you. نعود إلى أسبوع الموضة الرجالية في باريس، حيث قدمت دار جيفانشي مجموعتها لربيع وصيف 2023 داخل أكبر مدرسة عسكرية في العاصمة الفرنسية، مجموعة أراد مصممها الأمريكي ماثيو ويليامز مخصصة للعود إلى أرشيف جيفانشي وإضفاء لمسة عصرية شبابية عليها. ليث بزاري. في ممرات مبنى المدرسة العسكرية في باريس، قدم المدير الإبداعي لدار جيفانشي ماثيو ويليامز مجموعته الجديدة للربيع والصيف القادمين، مجموعة تجمع ما بين التصاميم الرجالية العصرية وأرشيف إبداعات الدار الحرفية، وهو أول عرض رجالي مستقل يقدمه ماثيو ويليامز لدار جيفانشي. استحضر المصمم الملابس والأكسسوارات الأصلية القديمة التي طالما شكلت عناصر أساسية في
بخزانة كل رجل، وعزز جمالياتها مستعينا بالإمكانيات الحرفية والتكنولوجية التي يتباهى بها الحرفيون الباريسيون لدى الدار. من خلال هذه المجموعة يتناول ويليامز مسألة كسر القيود في عالم الموضة من منظور الأزياء الراقية، فيغوص في دراسة الزي الرسمي السائد في مسقط رأسه أمريكا ليضفي عليه لمسة من الأناقة الفاخرة التي تشكل جوهر الدار. كما عرضت على المنصة المبللة جاكيتات شيل الكلاسيكية باللونين الأخضر النعناعي والأسود المصنوعة من الجلد فائق الخفة. وللتذكير بالزي العسكري، فقد قدمت جاكيتات جلدية فارستي تزينت بالكامل بشعار جيفونشي المطرز. تتجلى الزخارف المموهة في البلوزات والجريحات وسراويل كارغو المصنوعة إما من القماش مضاد للماء مطبوعا رقميا، وإما من قماش دينيم الجاكار الياباني الذي يحمل شعار جي فور والمغطى بطبقة ناعمة من المسلين المقصوص بالليزر والمتلف يدويا. أما الأحذية فصممت بنعل مقصوص وكعب كروي من وحي حذاء تي كي، وخصوصا تي كي ام اكس بجزئه العلوي المصنوع من الجلد الصناعي والقماش الشبكي. كما أضافت الدار لمسة جديدة على حذاء سنيكرز تي كي 360 المعروف لدى دار جيفونشي الفرنسية العريقة. ليث بزاري، باريس. بمكونات بسيطة، حرفي تونسي في المدينة العتيقة ابتكر حقائب يد صديقة للبيئة من صوف النخيل. القفاف التي يستعملها تونسيون للتبضع من السوق فقد طورها الحرفي خالد الجامعي نحو حقيبة يد تستعملها النساء بشكل يومي، وحافظ في نفس الوقت على النفس التقليدي. يعتمد في تزيينها على مكونات تقليدية مستخدما أشكالا ورسوما تندرج ضمن الثقافة الأمازيغية كشكل من أشكال التشبث بأصوله البربرية. نتعرف عليه في قصة من الشارع التونسي مع أحلام العبدلي. نذهب إلى أحلام العبدلي مراسلة صباح العربية من تونس. أحلام، يسعد صباحك. حقائب يد صديقة للبيئة، حدثينا أكثر. يسعد صباحكم. هذه الصور التي كنتم تشاهدونها هي أولا وقبل كل شيء رمز لإصرار الحرفيين التونسيين هنا في المدينة العتيقة وفي غيرها من الأسواق على مواصلة المراهنة على كل ما هو تونسي. نحن رأينا هذه الصور، الحقائب الجميلة والتي نراها الآن أمامنا، هذه الحقائب التي كانت فيما مضى رهينة السوق، تصطحبها النسوة هنا أو الرجال إلى التبضع في الأسواق من أجل شراء الاحتياجات اليومية. اليوم أصبحت في كل مكان أصدقائي المشاهدين، أصبحت هذه القفاف في كل مكان، ترافق النسوة في يعني أكبر السهرات وفي أفخم الأماكن. القفاف التونسية لم تعد رهينة السوق ولم تعد أداة فقط للتبضع، بل أصبحت رمزا للأناقة والجمال مع المحافظة على الهوية، الهوية التونسية وكذلك الهوية الأمازيغية التي نراها هنا في هذا القماش الذي موجود أمامنا وسوف يكون على الكاميرا. هذه الرموز الأمازيغية ترمز إلى الحضارة أو الثقافة الأمازيغية في تونس، ونراها موجودة في قفاف خالد أحد الحرفيين الذي أصر ورهن على القفة التونسية حتى استحبها إلى المعارض في تونس وحتى خارج تونس. خالد، ما هذا الأسرار على القفة التونسية والمراهنة عليها من أداة بسيطة للتبضع إلى رمز للأناقة والجمال في تونس؟
والله هي سعى كل شيء صباح الخير وعلى السلامة ومرحبا بكم. السر الوحيد هو اللي كونه خرجناها من الاستعمال العادي، كانت معناها يتبضعوا بها يمشيوا بها ويجيوا يقضيوا بها، لين ولات حقيبة قفة. الشيء اللي خليها تتروج بالقداء وتتخدم معناها بكم عالي هي اللي كون جمعنا فيها ما بين التاريخ متاعنا والهوية التونسية، وجمعنا والموروث التراثي والتاريخي الكبير اللي موجود في تونس جمعناها كل وحطيناه معناها بقدرة ربي حطيناه في القفة هذية لين أصبحت حقيبة قفة. هل كانت المهمة سهلة اليوم، مهمة المراهنة على المواد التقليدية أو القفاف الأيكولوجية؟ لأنه أريد الإشارة إلى أنه القفاف التي يصنعها خالد هي قفاف أيكولوجية قائمة على مواد صديقة للبيئة. اليوم في ظل هجمات الموضة أو في ظل صيحات الموضة الكبيرة، هل تجد الحقائب المستوحاة من القفة التونسية اليوم، هل تجد حظوظها في الشارع التونسي أو لدى الأجانب أو ما إلى ذلك؟ ما هي مدى الإقبال عليها؟ هو الحقيقة إقبال كبير ولقي رواج معناها في تونس وفي الغرب كذلك، بحكم اللي هي معناها منتوج إيكولوجيك، معناها صفر بلاستيك، مش يلقى رواج البرة ديما موجود أكثر من تونس، لكن بحكم الديزاين اللي موجود معناها اللي نعمله فيه احنا لهنا اللي هو يبقى تونسي، لقى رواج كبير لهنا ولقى رواج زادة في البلدان اللي تشترك معنا في الثقافة والتاريخ البربري الأمازيغي، مثل بلدان المجاورة الصديقة والشقيقة، موجود تبكلها في شمال أفريقيا 5-6 بلدان نشتركوا مع بعضنا في الموروث هذا. إذن القفة التونسية أو كما نقول هي أحد أبرز رموز الهوية التونسية، هل ارتقت مثلا القفة التونسية كأحد مكونات اللباس التقليدي التونسي أو الهوية التونسية؟ هل تلقى مثلا نفس رواج الشاشية أحد أبرز وأشهر غطاء أو أغطية الرأس في العالم العربي ولا حتى في العالم؟ القفة هل لمست شهرة الشاشية التونسية؟ لمست الشهرة ولقات رواج كبير كبير مدة توا 10 سنين، مانيش نحكوا على عام ولا اثنين، ولات معروفة في كل البلدان في العالم، القفة اللي بالسعف والقفة اللي بالسمار والقفة زادة اللي بالحلفة مؤخرا، اللي تشوفوا فيه كله موجود من الحلفة كمادة خام أولية، حلفة صفر بلاستيك ومرسكل في أهم وأكبر المعامل اللي موجودين في العالم، يعني قفة نظيفة معناها صفر بلاستيك. وأحسن حاجة اللي يزمك أنت تستعملها هي تكون القفة صفر بلاستيك، مع الخبرة اللي واحد كونها، مع الخبرة اللي كونها وظفتها كلها في الصناعة هذه، باش رديتها من كانت تستعمل قفة وليت حقيبة قفة، تستعملها الوزيرة وتستعملها الأستاذة يستعملوها كل الأطياف ومكونات المجتمع التونسي. بالنسبة للمراهنة على الهوية الأمازيغية أو استعمال الرموز الأمازيغية التي كما قلت معروفة في إطارها وفي محيطها خاصة في المغرب الكبير باعتبار التلاقي والتشارك في الهوية الأمازيغية، ما الذي جعل خالد الجامعي يصر على تخليد أو إبراز الرموز الأمازيغية في القفاف التي يصنعها؟ هو بحكم اللي العروق متاعي من الجنوب، يعني الشعار الأمازيغي أو البربري موجود وديما نخزر له وديما نشوفه، مين حتى في الحلية متاع الوالدة ومتاع الجدة متاع العائلة الكل، هذيك اللي خلاني اللي أنا ناخده ونقعد ناخده ونستعمله ونزين به وخليته هو الحرم ذي أكثر حاجة. نعم الأمازيغي أكثر حاجة هو اللي لقي رواج في تونس، يعني فعلا أتحفتونا بهذه العراقة وهذه الجماليات في هذا الصباح يا أحلام. وأحلام دائما تركزين في قصص من الشارع على إبراز الحرف اليدوية في تونس، وأيضا هذه الحرف التي ما زالت منذ القدم متواجدة حتى يومنا هذا. في السابق كانت أحلام مع العرائس والدمية الشهيرة أم السيسي، والآن نتحدث عن هذه الحقائب. شكرا لك يا أحلام العبدلي مراسلة صباح العربية من تونس، أهلا بكم. شعور الحسد والغيرة يتحول من صفة
ساعدت الإنسان على التطور إلى صفة سامة ومكروهة، وذلك في المجتمعات المعاصرة. فهل كل البشر يغورون ويحسدون بدون استثناء؟ وما أبرز صفات الحاسدين من حولنا يا نادين؟ وكيف تعرف إذا ما كان في بينكم حساد وكيف تتعاملون معهم؟ هذه الأسئلة ومعلومات مفصلة أخرى مع الزميلة العزيزة راوية العلمي في حلقة برنامج كلام منطقي على البودكاست، ونتحدث عنها في صباح العربية أيضا. على كل المزيد تنضم إلينا الزميلة راوية العلمي، مقدمة بودكاست العربية. يسعد صباحك، منورتنا. أهلا وسهلا فيك يا سهام. أهلا يا نادين، حدثيني عن حلقة البودكاست هذه المرة. طيب، يعني موضوع الغيرة والحسد هو موضوع جزء إيش نادين؟ بدي تركزي لنا على الغيرة بين النساء، بدناش نروح على الرجل والمرأة. طب استني علي، لا هي مش يعني أنا عم بحكي عن الغيرة مش من منطلق الرومانسي والغيرة ما بين الشركاء، لا هذاك لموضوع تاني برضو بوعدك رح أعمل. بس على كل حال الغيرة هي جزء من حياتنا اليومية وشعور موجود مزروع في كل شخص فينا. ليه؟ لأنه في له جذور بعلم التطور. يعني بعلم التطور كل صفة نفسية أو جسدية يعني جينية موجودة فينا اليوم هي موجودة لأنها خدمت هذا التطور وساعدتنا على البقاء على قيد الحياة وعلى تنفيذ الهدف من وجودنا واللي هو التكاثر. طيب، فبالزمانات لما كنا إحنا عم نتطور منذ مئات آلاف السنين الناس اللي كانت تغار فبالتالي يكون في عندها حافز إنها تطور من نفسها وتعمل أكثر لحتى ترجع الأفضلية لإلها هي الناس اللي بقيت على قيد الحياة. عرفتي كيف علي؟ فبالتالي الشخص اللي ما بيغار ما اشتغل حدا تاني أخذ، يعني إحنا كنا نتنافس على موارد محدودة، ففي شخص تاني أجا وأخذ هاي الأفضلية وبالتالي قلل من فرصنا إنه نبقى على قيد الحياة وإنه نتكاثر. بس حطوا هذا على جنب. في طبعا بالبودكاست للي بيحب يعرف شو هي صفات الحاسد وكيف نقدر نميزه لأنهم مخادعين نوعا ما ودائما بيمثلوا بيكونوا من أقرب الناس لإلنا وبيمثلوا علينا المحبة والاهتمام وكل ذلك. اسمعوا الحلقة. اللافت في الموضوع أنه كان في دراسة بجامعة كاليفورنيا عملوا دراسة عن هذا موضوع الغيرة. أخذوا شريحتين، الشريحة الأولى كان فيها 900 شخص أعمار ما بين 18 ل 80 سنة، وشريحة أخرى كانت 800 شخص برضو من نفس الأعمار، وسألوهم سؤالين مختلفين. هل أنتوا حسيتوا بالغيرة تجاه أي حدا آخر خلال السنة الماضية؟ وبنفس الوقت هل حسيتوا أنه أنتوا محسودين وفي ناس بتغار منكم؟ النتيجة كانت بتضحك بصراحة لأنه 3/4 المشاركين طلعوا بالفعل بغاروا. أوكي؟ بغاروا. وهل فكركم النساء بغاروا أكثر من الرجال؟ والله يعني بشكله كمان في رجال بتغار الرجال من رجال. هلا النساء طلعوا بيغاروا اكثر من الرجال ولكن بنسبه ضئيله جدا. تخيلي 79% من النساء بيغاروا مقابل 74%، مش هالفرق الكبير يعني. بس اللافت في الموضوع انه انا مثلا ما راح اجي اغار من مونيكا بلوتشي بسبب جمالها، بس انا ممكن اغار من نادين اللي هي في نفس محيطي الاجتماعي. انا مش راح اغار من بيل جيتس بسبب ماله، ولكن انا بغار من زميلي في العمل. المهم يعني بعرف إذا بتحبوا تعرفوا كمان تفاصيل عن بعض النتائج. هل بتحسي سهام وراوية إنه اللي بغار بيكون مركز كتير بتفاصيل حياتنا؟ يعني الشخص اللي بغار ولا بيكون الشخص المتجاهل عامل حاله انه مش مركز بأدق التفاصيل؟ بعتقد هذه ادوات الشخص اللي بغار واللي بيحسد. اول شيء في وصمه عار اجتماعيه لموضوع الغيره، فمش كتير ناس قلال كتير اللي بيعترفوا انه هن بغاروا او بيحسدوا، صح؟ فبالتالي هن بيحاولوا انهم يخبوا هذا الشيء، ممكن يتظاهروا بانه هن بس بيكونوا يعني كتير مركزين بأدق التفاصيل بهذا الموضوع الإنسان. بس اللي بيضحك كمان بانه يعني من خلال هاي الدراسه طلع بأنه يعني النساء هن بيعتقدوا بأنه هن محسودين، ولكن اللي بيحسدوا خصوصا فيما يتعلق بالعمل هم الرجال أكثر وبنسب متفاوتة. برضو إذا بتتابعوا البودكاست رح تعرفوا. والغيرة خصوصا فيما يتعلق بأمور الجمال والنجاح العاطفي بتكون في أوجها وإحنا صغار تحت سن 30، وبتقل كل ما كبرنا في العمر وصرنا مثلا فوق سن 50 بتنزل. بينما غيرة العمل تستمر والناس اللي أكبر سنا بيجاهروا فيها بشكل أكبر من الناس الأصغر. إحنا غيرانين منك
لك يا راوية اليوم؟ عندك البودكاست وعندك الموجز كمان. واجهنا كلنا عندي كثير شغلات الى موجز اخباري. ما تحسدوني، غاروا بطريقه ايجابيه بس مش سلبيه. استلمي الموجز تفضلي. هاني شاكر جديد. ما انت ضيعتيني، عم تطلعي هناك مركزه مع هاني شاكر، خليني انا انقذ الهواء. تفضلي تفضلي انت خلاص. هاني شاكر نقيب المهن الموسيقيه في مصر غاضب، ليش يا نادين؟ اعلن عن تقديم استقالته بعد مؤتمر الصلح بين حسن شاكوش وموسيقيي الايقاع، والذي كما يبدو لم يحقق مبتغاه وانتهى بشجار. تفاصيل مع الزميله سمر برشات. بعد مرور عدة أشهر على إيقاف مطرب المهرجانات حسن شاكوش، تم حل الأزمة وحصل على تصريح سنوي بالغناء. ولكن فيما كان من المفترض أن يكون مؤتمر للتصالح، ظهرت أزمة جديدة في نقابة المهن الموسيقية، ولكن هذه المرة مع أعضاء شعبة الإيقاع أو الطبلة. لا ما تكلمنيش كده صحيح، ما تكلمنيش كده، لا ما تكلمنيش كده صحيح. مفاجأة في مؤتمر الصلح، فبعد تقديم حسن شاكوش اعتذاره لأعضاء شعبة الإيقاع لإهانته لهم، بدأت مشادة كلامية مع عازف الإيقاع الحاضرين ممثلين في الفنان سعيد الأرتست، اعتراضا منهم على حصول شاكوش على التصريح قبل المؤتمر بأيام قليلة، ووفق ما يقولون هذا يتنافى مع ما كان متفقا عليه أن يسبق الاعتذار عودة شاكوش إلى المسرح. المؤتمر ده لاعتذار حسن شاكوش، وفعلا حصل المؤتمر وحسن قام اعتذر، كانت المفاجأة اللي عمله الأستاذ سعيد. بدأت الأزمة في الصيف الماضي أثناء إحدى الحفلات نتيجة نقل خلاف بين شاكوش والمطرب الشعبي رضا البحراوي إلى ساحة المسرح بأسلوب رفضته النقابة، كما ذكر في الحفلة مهنة عازف الإيقاع بأسلوب أيضا رفضه أصحاب المهنة. وبعد تقدم شاكوش بعدة التماسات للنقابة، تمت الموافقة على منحه التصريح مرة أخرى. حسن شاكوش قدم التماس 4 مرات، اترفض الالتماس الاول، الالتماس الثاني، الالتماس الثالث، الالتماس الرابع، بعد كده قبلوا الحكايه وبالتنسيق على ان هيتم اعتذار في مؤتمر صحفي. فرق الموضوع يومين يعني، قبلنا والاعتذار بتاعه، وتنظيم المؤتمر مش ممكن هياخد يوم او اثنين، ده احنا عشان نلاقي مكان تعبنا. الأزمة بين مطربي المهرجانات ونقابة المهن الموسيقية بدأت منذ شهور، أبرزها كان في نوفمبر الماضي عندما أصدرت النقابة بياناً ذكرت فيه منع عدد من مؤدي المهرجانات ممن ليسوا أعضاء في النقابة من الغناء حتى اجتياز الاختبار. وذكر الفنان هاني شاكر أنه ليس ضد هذا النوع من الفن، ولكنه ضد الأصوات والكلمات غير الجيدة. عودة شاكوش للغناء ربما تكون بداية لتقنين أوضاع هذه الفئة من المغنيين والتي أصبح لها جمهور كبير. سمر بشات لصباح العربية من القاهرة. للمزيد ينضم إلينا من القاهرة طارق مرتضى المتحدث الرسمي لنقابة الموسيقيين. أهلا بك. بس طارق أهلا بك. أهلا بكم. نشير للمشاهدين أن التقرير يعني تم تصويره وإعداده قبل ما يعلن هاني شاكر استقالته كنقيب للموسيقيين في مصر. طب بالإعلان عن إعلان هاني شاكر استقالته، ما الذي حصل في جلسة الصلح لتصل الأمور إلى هذا الطريق؟ هو جلسة الصلح يعني كان متفق عليها، وكان الموضوع عبارة عن بيبر أجندة، يعني هنعمل كذا وهنعمل كذا. كون إن ده سبق ده بيومين أو ده سبق ده ب 48 ساعة، فالموضوع التوقيتات كانت مرهونة بأن الأستاذ هاني شاكر كان برا مصر، كان في بيروت مثلا في رحلة فنية، جي منها على مهرجان السويس في أول امبارح، فما كانش عندنا غير 24 ساعة تقريبا لتنظيم المؤتمر. وقد كان حتى العدد الكبير من الإعلام المرئي أو المكتوب أجبرنا ناخد قاعة في أحد الفنادق في الجيزة، ما كانش ينفع مقر نقابة حسب ما أعلنت في البداية عن تنظيم المؤتمر. فكل هذه الأمور خدت وقت وخدت تنظيم، فأكون إن هو منح التصريح قبل المؤتمر ب 24 أو 48 ساعة هي مش قصة، مش موضوع. أنا شايف الموضوع مبالغ فيه شوية، ما كانش يجب كل ده يحصل. المبدعين والموسيقيين أنتوا القوة الناعمة أو القوة الحريرية لمصر في العالم العربي بل في العالم أجمع، كل الناس بتبص لكم بشكل معين، فما كانش يجب مثل هذه المهاترات أو هذه الخلافات أمام الدنيا كلها، خاصة وإن الموضوع ما كانش يستاهل خلاص. حسن لكن أستاذ طارق يعني كان في منصب لسيد هاني شاكر، يعني
منصب نقيب صحفيين ممكن يقول انه يجب انه يكون حازم في قراراته حتى لا يوصف بانه في عهد هاني شاكر كان في انحدار مثلا بالفن في مصر. منصب نقيب موسيقي انت تقصدي حضرتك من الصحفيين، ولكن لا ناس هو الاستاذ هاني عنده عنده مبدأ عايش بيه. الراجل بيقول انا حاببكم كلكم ومش حابب حد يزعل من حد، ما بحبش ان، وبعدين ما فيش عقاب في المطلق ابدا، يعني ما فيش عقاب مدى الحياه، عقاب مطلق. حسن شاكوش خد عقابه ايقاف 10 شهور، رفض كل التماساته تقريبا، اعتذاراته كلها في البدايه رفضت من مجلس الاداره، الى ان خلاص وصلوا الى نقطه اتفاق انك انت هتعتذر بالشكل ده. مفيش نقيب بيبقى بيغار على كرامته وعلى حق اعضائه او مهنته بالشكل اللي استاذ هاني عاقب بيه شاكوش، واستمر الموضوع عبر وسائل الاعلام اعتذر فيها شاكوش اكتر في اكتر من قناه. شاكوش نجح في الحصول على تصريح الغناء بعد 3 محاولات وبعد معاقبته، لكن قبل جلسة الصلح لماذا انتقد رئيس شعبة الإيقاعيين عودة شاكوش للغناء؟ ده يسأل عنها، ولكن هنا الانتقاد يعني كان فيه رأيين. يعني احنا في المؤتمر الصحفي هو الاخوه بتوع الايقاع قالوا احنا كمان هنبص على دماغ شاكوش ونعتذر له، قالوا كده في المؤتمر. وبعدين فجاه الموضوع على فكره بالمناسبه المؤتمر كان خلص بيلفظ انفاسه الاخيره، وانا كنت هعلن على انهاء المؤتمر خلاص، ولكن استاذ هاني كان بيستعد لمغادره القاعه ولم ينسحب، ولكن لما حصل سجال وحصل خلاف ما بين الاعضاء وبعضها بداوا يرجعوا للماضي، انت عملت وانت عملت وكان مفروض تعمل، هنا حصل الخلاف اللي ما كانش المفروض، ان احنا خلاص الراجل قام اعتذر كانش المفروض نرجع تاني لما حدث قبل كده، وكنا قابلنا الاعتذار بترحاب وخلاص. مجلس ادارة النقابة برئاسة النقيب قبلوا الاعتذار، قبلوه الاول في الاجتماع بتاع مجلس الادارة، وبعدين قبلوه عبر المؤتمر الصحفي في قلب المؤتمر قدام الجميع. نعم. وقام شاكوش اعتذر بشكل لائق وبشكل يرضي كل الدنيا، ولكن هذا ما حدث يعني. طيب يا أستاذ طارق شكرا جزيلا لك على ظهورك معنا وعلى كل التفاصيل. طارق مرتضى متحدث رسمي لنقابة الموسيقيين، في أمان الله، إلى اللقاء.